السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله. ورحمة الله. أخي حسين، حياك الله وبياك، بارك الله وجعل فيك. الجنة إن شاء الله مثواك الله وجميع يبارك. الأخوة آمين إن شاء الله. المستمعين. آمين إن شاء الله يا رب. سبحان الله، أنا هذا الأخ هذا حسين ربي يحفظه إن شاء الله. هذا ولي تكلمت عليه أنا نهار كانوا يضربوا به بالصفصاف المطرق تاع الصفصاف، ونسى كانوا يبكيو من فوق، نساهم سبحان الله الجدرمية كانوا يبكيو في الثلج، قسم من عظما ما عندهم روح الإنسانية. شوف التعذيب تاع الشيفون هذا، راهو بارتو أو ماش في مكان، والله قال الواحد برك دارو هذا الشيفون هذه راهي صارت في وقت فرنسا. أنا بعد ما وليت نطلع التاني طلع التاريخ، هم داروا خاوتنا المجاهدين تاع 54 سكن، هم داروا الشيفون هذه نفسها سبحان الله. هذه البسينة هذه، هذا التريسيتي، هذا القريزيل، هذه اللاقيوط كيف يكتفولك كرجليك ويعلقوك من يديك ورجيك تمسلسل. كاين واحد اخا ومازال حي، لافومبرا تاعو تقسم على زوج، لا تلمو ركبوا له فوق المطرق وذيعو ما قدرش يسيبورتي كسر طردك، تخلى معنا الامبيس هو ذرعو مطردك. شوف هذه ممنهجه، كاين تعذيب يجي واحد يضربك، واحد بوكسير سبحان الله اسورتي وكبير في العمر، بوكسير كان بك يدير لابوكس خاوه وكل كسر المشوار تاعهم، انا ما يضرب يضرب شي بوكسير يبوكسي شغل في ديك لابول هذيك ينطرني فيهم بوكسي بوكسي كسر المشوار تاعهم. او شهد له حسين صفصاف على زديوي عبد الوهاب وخوتي المسكين الله يرحمه، قول له لا كان ما قدرش صح جابها ربع شهور ولا ما شهر تاعهم كسره، كان ينطرني فيهم ينطرني فيهم لا نعم يضرب السبابة سمى نوسي بوكسر بوكسي. هو بوكسر هو بوكسر يسمى كان ينطرني فيهم اي يضرب يضرب تعذيب تاعو يكسر الله مشوار، هذا كل البيت تاعو البرانسيب تاعو عنده بليزير كسر هذا هذا نقولو يتعلم او ينطرني. وش اسمه هذا وش اسمه شيفونا راهي كيف كيف راهي نفس الطريقة أختونسي. وش اسمه هذا السيد هذا اللي كان يضرب الناس باللي مشوار تاعهم وش اسمه؟ اسمه البوكسير الله بوكسير عايز الاسم تاعو راح لي الحلوفة. سامحوني سامحوني منينو منينو سامحوني هو يا جماعة. في سطيف هو هذا حنا الشخص بالشخص هذا كي كان يحكي ذوك كلام هذا هو هو يا أخ تونسي صبر صبر النقطة هذه مهمة جدا. هذا السيد هذا اللي راك انت تحكي عليه هذا اللي قلت انت هو انه يكسر في المشوار تاع الناس، هذا السيد هذا هو كان في سطيف ولا واش من جهه؟ في سطيف ايه في سطيف في وين جهه، في الدرك ولا في الشرطه؟ كوميساريا في الكوميساريا تاع البوليس، ويجيو للدرك يجيو مع بعضهم للدرك هذا ويضرب في الدرك. بوليسي هو ولا جدارمي؟ اصور بوليسي مخلطين ما تعرفهمش ما تعرفهمش. شوف شوف اسمع انا اللي شفتهم حسين، انا اللي شفتهم الشمبرا اللي كانوا يديوك لها هذيك تاع الماس هذيك، انا كنت ثم نتعذب وحدي في الشمبرا هذيك. شوف هذم كانوا يجيبوهم معايا بعضهم لا بوليس والجدرميه يضربوا مع بعضهم، فهمت؟ كاين هذا واحد اللي سميته الاسم تاعو هذا كوميسار بحمد، هذا انا يوزن بليس دو ان كانطو يوزن واحد القنطار 30 كيلو على بالك خونا واحد اسمه عبد المجيد ضلوع وطبقهم طرطقهم له او على باله بهم حسين يصوتي ويقعد هو مكسل في الارض. يا الله هذه سبحان الله على بالك احنا دخنا دوك احنا الناس كيقولوا او الجيه دارت والاخرين داروا اي احنا اللي تاذينا الاولين احنا جامي درنا حاجه سبحان الله او كنا مسالمين كنا مع الناس نمشيو في الاسواق نمشيو في كلش ما كانش حاجه درناها او احنا مورس علينا الظلم مورس علينا القهر يعني انا فرينا بجلودنا يعني ربي هو اللي منعنا ممكن كان يسرنا كيما سركاجي وربي هو اللي سترنا وخرجنا سبحان الله. هذا الاخ اللي يحكي لك المجزره اللي صارت في الوادي هذا تاع الوادي هذا مستوى انا كنت معاهم خاطر مش حنا تفرقنا مع الصفصاف هذاك بعد باش تلاقينا هذا اللي عقبوا عليهم بالنابال ما تكلمتها المره فاتت هذا مخاوتنا 29 اللي تحرقوا احنا خرجنا نقول لكم الحصار تحاصرنا خرجنا بغل اكرمكم الله بغل لزقنا في الذيل تاعو هو اللي هرب هو اللي دانا معاه تبعناه حتى نخرجه
ما بين شعاب ما بين زجر. هذا ربي سخرنا هذا البغل هذا تقولوا ملك سبحان الله سيدنا نموت وكل ما بقى حتى واحد. يعني احنا يعني باش تفهموا يا جماعه افهموها مليح مليح. علبك انا ساعتي تتكلموا الاخوه انا معليش نحترم وجهه النظر تاعكم بصح اللي ما عاش في المرحله هذه ما يقدرش يقول لي عبر هكذاك برك. رانا احنا المظلومين يا جماعه كون ديروا واحد ديروها في بالكم رانا احنا مظلومين احنا كنا الاولين احنا جزائريين شعب. انا ما عنديش مشكل مع الشعب مره نهدر لك فيها في الجزائر دوك تعيط لي في الاذاعه نهدر الشعب الجزائري ما عنديش مشكل معها ابدا سواء قبل ولا دوكا. وما عنديش انا كاين بعض الاشخاص من الدرك ولا من الشرطه تعرف انا بعض الاشخاص من الدرك اقسم بالله غير الزربيه نتاعو تاع الصلاه يخبيها في الكابه باش ما يشوفوش بلي يصلي كل يشوفوه يصلي قبل يقتلوه. هذاك الدركي اللي عطاني الخبز عطاني الخبز قال لي وكل صحابك دركي اسمح لي دقيقه اخي نوصفوا الناس صبر اخي كمال نعطيو نوصفوا الناس بلي ما نقولوش اكل كاين فيهم ناس شرفاء بصح قليل فئه قليله ما قدروش يغيروا. انا نقول لك شوف يجيك امر مع الضابط وهذا الامر هذا يخالف التعهد اللي داروا الشرطي ولا الدركي ولا الجي ولا العسكري بدي يحمي الشعب كيشوف الامر يخالف العهد تاعو واش يدير يسكت يولي يتعامل مع الضابط تاعو وينفذ اوامره. هذا هو السكوت تاع الناس هذو من الاحرار زعما الاحرار يسكتوا على الحق لا تسكتوا على الحق. احنا كنا مكبلين مسنسلين ما عندنا ما نديروا لا حول ولا قوه ولا قوه غير ربي برك هو اللي نجينا منهم. اي المأساة راه ماشي عندنا احنا اللي بدينا بها قال الاخوه والله الجيات تكونت مين تكونت الجيه تكونت من الظلم تكونت من وبعد تخلطت. احنا البدايه الاصل احنا نحوسوا شخص المرض ونشخصوا الداء منين جا او ما يجي جماعه برك قليله قدروا ينفذوا الاوامر تاعهم في الدارك ولا في الجيش لا يدونا الصحراء. قول لي برك لا يدونا الصحراء واش درنا لما حتى ندونا الصحراء ليه الجيش يكون ينفذ الاوامر يطلعونا في الطيارات ودونا للصحراء ليه واش درنا لهم عيسى من فضلك وما تهناوش ما تهناوش سبحان الله ما تهناوش اقسم بالله. شوف انا نقول لك نعطيها لكم انا جماعه ملاحظه شخصيه والجميع المساجين عدوا عليها عقب عليها. شوف كي نعود نتعذب انا ما نحسش ولينا ما نحسوش يعني نحس نستناو غير في الموت نستنى الموت باش نسترح ونقول يا ربي نعود هذه الدقيقه الاخرى الدنيا اي راك راضي عليا الدنيا وما نموتوش. وقت نتاثروا حنا ونحسوا بالسطر ونحسوا بالالم كي نشوفوا خواتنا يزهقوا نشوفوا خواتنا يبكيوا نشوفوا خواتنا يتالموا سبحان الله شفنا العجب اقسم بالله غا شفنا العجب بعيننا شفنا خاوتنا كيفاه سبحان الله ما نقدرش نهضروا امور اسمعوا بالدبور من الدبور تاعو قاعد على موش تاع بالي عبد الغالي مسكين حتى نسحلوا تساو يعرفوا عبد الغالي اخ عبد الغالي من بوكا حتى نعد الدم يسيح. هذا واش يخرج يدير يرحم والديكم وبعد على الاخر في يسكن في دار مسكين مو حرقوا له في الدار قالت لهم ما نخرج قالوا تخرجوا لنا حرقوا الدار قالت لهم شعلوها تحرقت واش درت مو واش درت او رانا شوفوا رانا ربي هو اللي حاكم فينا. تصوروا كما جاش ربي عطينا الايمان وعطينا الحق نشوفوا بالحق ما نظلموش ما نقدرش نظلموا سبحان الله. هذا هو الشيء لحد يحكمنا تصوركم ما عطاناش الرحمه نحانا من قلوبنا كيف نديروا العجب ما خلي والو. قال لك بومبا اتوميك نديرها بومبا اتوميك سبحان الله نديرها ايه نديرها كي تلحق المرحله هذيك انا ميت باش دوك من نفسي انا قلت لكم كي تسمع خوك تشوف حسين صفصاف هذا بطل على بالكم هذا راجل بها تم معنى الكلمه ونعرفوه انسان على بالكم الراجل جام يظلم هذا يقلبوه ينحني يخرجوه من الزنزانة تحت الأرض من في لمبيس سمعنا هو في التعذيب نهار خرجوه مش فينا عرفناش يمشي أكاس بات ليه
باه وكلوا فينا ما عطاونا الشوفل لي دروكمان وحابسين دروكم عندهم سره. حنا اقسم بالله غير على الطياسه كي نحيو كي نوض الصباح نحيو الطياسه نلقاو الماء في هذاك تاع فرنسا هذاك. شوف السجن هذاك لازم يريب لامبيس هذاك يتنحب باش واحد يزيد يدخل ليه. لا حتى الجزائري لا كثروا في الحبس. خليو الناس يتحاوروا هو الحل. خليوني نتحاورنا معليش نتحاورنا مع كابيتان مع كوموندو بصح يفهمني نفهمو ما يحكمش عليا هكذاك بالغياب يقتلني. ليه الجيش هذا الجوج هذا والله يقول له احكم عليه مؤبد ولا احكم عليه كونتانيا مور. وعلى بالي بلي مظلوم على بالي بلي كلش هذي بي في كل سنين هكذاك سني برك هاتي خليوك يحبس عليك العذاب برك ذوك 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 انا لا يحكم لا خلوني كونتانيا مور حتى 2012 لا هذا خونا حسين دا خلوه يمشي بلي سي باسي في بلاد يمشي بلي سي باسي وكثير شوف الجماعه وكل راني نتكلم معاهم احنا بقينا ربعه من لامبيس ما متناش واكم شاهدين على كاش ما يصرنا راهم هما كاش ما يصرنا هذه الايام كاش ما يقدر ربي راهم هما اللي تمونا الشعب انا نمشيو ونحبوه نحبوا الشعب الجزائري ويحبنا لا بروف كي قال لك هذا راح تشري تاع القهوه تجي شري عليه القهوه والحليب قال له لما قال المحبسيه قال له يمسك من عندي لا هذا مهبول هذا القهوه تجي يسلك الناس حرايميه يسلك الناس خارجين طريق او على بالو ما خشيناش شوفوا ما خشيناش على سرقه ما خشيناش تعدينا على شخص ما خشيناش على انتهاك حرمات ما درنا والو انا عاد اي شعبي يجي يقول لكم درتوا لي في البدايه نهضر في البدايه تاع الازمه تاع الاعتقالات كانت ظلم تاع ساحه الشهداء تكلموا على ساحه الشهداء كيف قلت لهم كانت ظلم اعتصامات خي مشروع الدستور لا يكتبوا فيه سركاجي واش رانا نسمعوا كيف الناس كانوا يضربوا فيهم بلا بول تاع الحديد قاردين يضرب خوه بلا بول تاع الحديد واش دير لك خاو محابسي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا أني في الأسر أني عندك أني مكبل لا تعذب فيا وش درت لك هذه سبحان الله أني شفناها مالي غارديان ويش وكل أنا نسميه بهم الأشخاص جمال بخس هذا وفريد قرا في قلبك هذا في لامبيس أقسم بالله أن منعونا باش نصلي صلاة الصبح بالجهر مخلوش نصليو نحاونا مصاحب نحاونا كلش الهوان الهوان نحاونا والله دكونا في السنزانة طنبور الطنبور ما نشوفوا السماس ما نشوفوش سيلونا فيسي فيسي طوالات حاشاكم نركضوا فيها سبحان الله رجال خيرة الرجال خيرة الرجال راحوا ضاحوا جزائريين كما توما كي تفكروا سبحان الله والله ما يظلموا صبر خويا تونسي صبر انا رجال شوف اخويا عبد القادر خلي عليه انا رجال شوف والله ما نبكيو ما نخلوش نبكيو عليه حتى تشوف خوك شوف الجزائري كيف يمرمدوا فيها كنا نحوسوا لاصلاح البلاد هذه قرينا قسم بالله غير قرينا باش نخرجوا البلاد نحيوها نديروا العلم انا كانت خدمتي لا ماتريموس كنت نشاتي نطور نخرج طوموبيلات نخرج حطموا لي حياتي حياتي برك حياة الجزائر وزلنا نستناو ونقولوا انا شوف المصالح انا مع الشعب انا اللي متصالح مع الشعب انا ما عنديش حتى ازمه دوك نخرج انا نقولوا بس جماعه روحوا انا وجهيه انتقموا وديروا قصاص فيا انا من اجل باش تحيا الجزائر وتحيوا انتوما انا نسبل هذا الشعب انا كان يحوس القصاص ويحوس كذا انا هنا انا مستعد سيدي هاي انا نسلسلك او الناس هذا ما طلعوش شوف انا هذا كنت حرقوا له امه انا حرقوا له امه مسكين وش يدير هاو خوتي نقول لكم النساء اللي هدرت عليهم في الغار في الغار تاع المغاره تاع جيجل هذا الاخ هذا اللي قتلوا له امه قتل وبقات مرته وثلاث اولاده زادوا كيهم بالغاز في الغار استئصال